انا دكتور ياسر صادق، استاذ مساعد امراض القلب جامعه حلوان، واستشاري امراض القلب بمعهد القلب القومي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نعرف ازاي المريض او اي شخص يعرف ان هو محتاج قسطره على القلب. ده سؤال كويس جدا. اي مريض للقلب محتاج قسطره، الحقيقه بيبقى فيه حاجه طارئه، يعني لا قدر الله لو المريض جاله هارت اتاك اللي هو الذبحه الصدريه اللي بنقول عليها، انه جاله جلطه او جاله ذبحه صدريه غير مستقره، لازم يتوجه لاقرب مستشفى، والمستشفى دي لو هي مجهزه بقسطره ساعتها الدكتور المختص دكتور القلب هيقول ان المريض ده لازم يخش القسطره في اول 90 دقيقه على طول، وده بيبقى ظاهر من نتيجه التحاليل ونتيجه رسم القلب، او ان في مريض تاني يقدر يجي للعياده ويبتدي بتشتكي من اعراض الذبحه الصدريه. والاعراض الذبحه الصدريه احنا بنعمل لها شويه فحوصات زي رسم قلب العادي، رسم القلب بالمجهود، موجات صوتيه على القلب، مسح ذري على عضله القلب، او حتى اشعه مقطعيه، وساعتها حسب الحاله اقدر اقرر لهذا المريض انه يعمل قسطره في اقرب وقت. تمام. القسطره بتتعمل ازاي؟ القسطره بتعمل ازاي عشان الناس تبقى معروفه، لغايه يعني لحد وقت قريب كانت القسطره بتعمل من خلال القدم بس، من الشريان الفخذي، لكن الحقيقه يعني دلوقتي في مصر بقى لنا حوالي 10 سنين بنحب، او ده هو الطريق بتاع القسطره على طول، بنحب نعملها من اليد، بتبقى سهله، بتاخد حوالي 10 دقايق، المريض يقدر يروح بيته بعد ساعه، ما فيهاش المشاكل بتاعه النزيف ولا اي حاجه زي كده، وخلت المريض هو مرتاح اكتر، المها اقل، مش مؤيد بالحركه في السرير لمده 6 او 7 ساعات. فالحقيقه هو ده اللي احنا بنقدر نعمله، انه دلوقتي القسطره عن طريق اليد هي الطريقه الامنه، والطريقه اللي الارشادات العالميه الامريكيه والاوروبيه بتنصح بيها باجراءها عن طريق الرسم. تمام. هل بقى في بديل للجراحه لو الشريان مقفول لمده طويله؟ احنا ده بنسميه كرونيك توتال اوكلوجن. الحقيقه كان زمان انه اي عيان عنده شرايين مقفوله من زمان لازم يتوجه لاجراء عمليه قلب مفتوح. دلوقتي احنا عندنا بدايل في بعض المستشفيات مجهزه تجهيز عالي جدا، عندنا بعض السلوك اللي نقدر نخترق بيها الشرايين دي، مش موجوده في كل مكان، لكن واحنا عندنا دلوقتي اكسبيرينس كويسه بفتح الشرايين دي، سواء بالطريقه المعتاده او بالطريقه العكسيه، ممكن نفتح الشرايين بالطريقه العكسيه، والحمد لله نسبه النجاح بتاعتنا دلوقتي بتماثل نسب نجاح المستشفيات العالميه برضو بره في امريكا وفي اوروبا. فالمريض لازم نقعد معاه ونفهمه اجراء هذه العمليه، وانه فعلا ده يكون بديل كويس عن اجراء عمليه القلب المفتوح. سمعنا عن علاج الصمام بالقسطره، ممكن حضرتك توضح لنا ده اكتر؟ دلوقتي ده اتجاه في العالم كله، انه مريض اللي عنده مشكله في الصمام سواء الاورطي او الصمام المترالي انه يتعالج بدون اجراء جراحه لو هو عرضه انه يحصل له مشاكل كبيره في الجراحه. فاحنا دلوقتي في مصر بنعمل تغيير الصمام الاورطي عن طريق القسطره اسمها تافي، عملية امنة وبنعملها بسهولة، هي مشكلتها ان هي مكلفة شوية، وبنقدر كمان ان احنا نتعامل مع الصمام الميترالي سواء كان بالتوسيع بالبالون او ان احنا نعمل له اصلاح في حالة الارتجاع الشديد قوي بحاجة اسمها ميترال كليب، وبرضو مشكلة العملية دي انها مكلفة شوية، لكن نقدر ان احنا نعالج المرضى دول عن طريق القسطرة من خلال الشريان الفخذي بإقامة تقريبا في المستشفى حوالي 48 ساعة، ويقدر المريض بعد كده يمارس حياته بشكل طبيعي جدا. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا.